بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله نا بنانيني بنا سجلقن رقم أربعة عقن إن شاء الله نانيخي أهمية التوحيد وفضله نيتل دويناوقن ورانيقن أهمية التوحيد نيتل دويناوقن إن شاء الله ما جابرة لخوا لاقش وانو ورا يكونون قهن مؤلف جار رحمني وخيرين كتمني. التوحيد أعظم أركان الإسلام، أعظم أركان الإسلام توحيد. وهابني الركن اثنين هون للان وري أول شيء الإسلام أم كوغا مش كده الإسلام أركان الإسلام أم كوغا ما نتفقون هون ديوان. أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيل. نعم كلينا خلنا ما التوحيد أعظم أركان الإسلام. أول نمرة واحد نقن إنسان توحيد كم يجيه إسلام أقن هنا قرسنا ليني. وأكبر دعائمه العظام، يعني انتهاكيات النيل قبر سو الإسلام أريو نيوك نيل نهب أوقاو نيل 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 كب سو نا توحيد قن توحيد انتهاكيات لنن إسلام معناها قن نيوك نيل بنيسو واحد أخدم إنسان واحد أخدم بي تحيز حق قدم بي نيدم بك عبادات أديولي فرق. ولا يمكن للمرء أن يدخل في الإسلام إلا إذا شهد بالتوحيد وأقر بالعبودية لله ونفاها عما سواه. جارس سبدنا كل توحيسي نينقت أدي خد سبدنا ليلة لا أخراي الواحد الأحد الصمد فقط جارقن عبادة ساستهرخ نقن. قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. متفق عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعقن نا أم كان ينقن ولي القبر صهون إسلام أم كسن عدلي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. مين لا رقم لينري التوحيد أهم المهمات وأول الواجبات، فهو مقدم على كل الأعمال. إن أعمال العبادتون أشغالهم بول أي شغل أي صنعة لي توحيد قن مقدمته توحيد قن جابرة فرخ توحيد قن سلف قالسته توحيد قن سلف جرب ساخ إسلامي لني عبادة لسو فرد أغلو. وسابق كل المهمات لمنزلته الكبرى والأهمية العملة. نيا كان مبهر ني أهمية شيء عظيم قن مهم قن ما نسبت ند جابرة أخو فرح قن جابرة جرب صح قن سلف جرب صح قن سلف يا أكح قن مي إنقطة ريوناو أكلاني معناها. وهو أول ما يدعى إليه، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أول إنسان دعوة قدم رجل أبوه ني كود ني مجتمعد ني أدامد هم بقى كان لك مسلمين إسلام أخد أخذك أخن أول شيء إسلام تقال السور جرابرا أول شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونقلنا المعنى ناني نيت شرح تقول ناني تقال السور له قبقوك نيه قدو يعني نيت أران أريو صاهر قنديبو ما أي واحد سلفني ترسونك نا نيجي تاريخ ما ورايكم. كون النبي صلى الله عليه وسلم لما عاز بن جبل لما بعثوا إلى اليمن لاقى صحابيرا مع عاز بن جبل يستوك النبي صلى الله عليه وسلم يمن أخراسك إن شاء الله.